وين ودي؟ ابي باقر مودي تيناه على بشيل. يبيك تحل بالبقره؟ تحل بالبقره احنا؟ تحمل بالبقره راح. ده انا قلت يا سيد، انا قلت يا نعم قلت يا عربي قلت. هنا باقر موجود. اوكي. انا انطلي مع عربي ما في مشكل. اوكي يلا. تعال باقي. قلت لك انا عم اشيلها. قل له هو قل له هو. شيل الحليب ايه يا بيك تحليب البقر الحليب روح البقر ما بيروح راح يلا يلا في خبز كبار يلا راح يقول ابي خبزك ما رحت معه يا ابوي كلها حلبة حلبة البقر واطلع يا ابوي روح يلا روح يلا روح راح خلاص شفت بس احلب وطلع ما شاء الله ما شاء الله راح اللي بقدر يجي هنا روح لو انت عمي ريحتك ما تروح ما تعجبني دم يلا ها ما بقول لك يقول له وش يقول يقول راح له بالبقر ولا عمي خلي ما يطيح احلبها وانزل بس احلبها وانزل احلب البقر انزل على البقر احلب البقر